بك من جديد كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدينا نجوم الاستوديو التحليلي، مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي، اللي اكيد بنبارك له النهارده طبعا على الفوز والمباراه، مباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، اكيد تم التحضير ليها بشكل جيد فنيا ونفسيا، بشكل عام تقييمه للمباراه. El equipo para este partido psicológicamente y también técnicamente. Sí, buenas tardes, buenas noches. Quizás este lo más difícil hoy era así la parte mental. النهارده كان الصعوبه اكتر هي ذهنيه من اي شيء. Veníamos de un partido donde habíamos generado muchas situaciones de gol. في الماتش اللي فات احنا خلقنا فرص كتيره. Pero perdimos. لكن خسرنا. Y bueno, todo el mundo se pone nervioso. كل الناس كانت متوتره في الفتره اللي فاتت. La gente entrenó muy bien la semana, entrenaron muy bien. لكن في الاسبوع ده هم اتدربوا كويس جدا. Teníamos alguna dificultad también en algunas ausencias. كان عندنا بعض الصعوبات في للغيابات اللي موجوده في الفريق. Pero bueno, los jugadores que la verdad que lo hicieron muy bien. لكن اللعيبه النهارده عملوا اشتغلوا كويس. Presionaron muy bien. وضغطوا كويس جدا. Generamos algunas situaciones de gol que volvimos a fallar. خلقنا فرص للتهديف في بعضها فشلنا في التهديف. Hoy era un partido muy importante, muy لكن difícil, بالنسبه لنا كان ماتش مهم جدا وصعب. De hecho, Masri le había ganado a Zamalek, había empatado a Pirámides. ده فريق غلب الزمالك وتعادل مع بيراميدز. Así que es un equipo que tiene mucho respeto. عشان كده طبعا احنا بنحترم الفريق ده جدا. من خلال متابعتنا في التدريبات بنشوف مجهود بيبذل فنيا من مستر مارتن مع اللعيبه بشكل فردي وبشكل جماعي. اهدار الفرص بيزعله، لكن اللي بيبسطه اكيد ان احنا بنروح كتير على الجول. بيشوف الامر ده ازاي؟ Bueno, cuando pierden algunas oportunidades, ¿cómo lo ves tú? Y bueno, el fútbol lo que cuesta más dinero en el fútbol profesional. El بيكلف كتير قوي في مجال كرة القدم. Es el gol. هو التهديف الهدف. Y bueno, hay que seguir trabajando. Seguir لازم trabajando, لازم نشتغل على ده ونعيد تاني ونعيد تاني. Hay una parte في جزء que es, lógicamente, talento. في جزء اللي هي الموهبة. Y hay otra parte que es mental, ¿no? وفي جزء نفسي وذهني. Hay otras ocasiones que la pelota la toca y va para adentro. في فرص تانية اللاعب يلمسها وتدخل جول. Hoy nos está costando un poquito más. النهاردة ده كان صعب بالنسبة لنا. Vamos a conseguir, estoy seguro que vamos a conseguir una mejoría en eso. لكن أنا بوعدكم إن احنا نحسن ده إن شاء الله. بجانب المكسب أكيد في مكاسب داخل المستطيل الأخضر مع اللاعبين، عودة أكثر من لاعب، ظهور أكثر من لاعب، يعني نقدر نقول ايه المكاسب اللي جنب المكسب النهارده على فريق نادي المصري. ¿Tú crees que esas ganancias de la vuelta de algunos jugadores aparte de ganar el partido esto es algo bueno para el equipo también? Es importante, cuanto más jugadores tengamos. ده من مهم جدا ان كل ما زاد عدد اللعيبه بتاعتنا. Yo creo que es a favor. ده بالنسبه لنا بيكون في مصلحتنا. Y me gustaría hoy por ejemplo dar algunos ejemplos. والنهارده كان كنت افضل او احب علي لطفي por ejemplo. ان علي لطفي no juega prácticamente nunca. تقريبا ما لعبش كتير. Y siempre está preparado, siempre وكان دايما جاهز وبيتدرب. Hizo un buen partido. ولعب ماتش كويس النهارده. باسن علي وباسم nunca dice nada. عمره ما اتكلم. Siempre con la boca cerrada. دايما ما بيتكلمش ولا بيطلب حاجه وبيتدرب دايما وبيجتهد دايما وكان دايما ايجابي. Y bueno, hizo un buen partido. والنهارده عمل ماتش كويس جدا. رامي ربيعة estuvo un año ورامي ربيعة تقريبا سنه بدون لعب. Ahí juega fuera de posición. والنهارده لعب في غير مركزه. Y lo hizo muy bien. والنهارده لعب ماتش كويس جدا. No sé, hay mucho, Goma. وجمعة estuvo mucho tiempo sin jugar. بقاله فتره كبيره جدا ما بيلعبش. Entrenaba. واتدرب وقدر. Y bueno, ya ha tenido su oportunidad y la está aprovechando. وخد فرصته وهو بيستفيد منها دلوقتي. No, hoy estaba Arabi, por ejemplo. والنهارده كان في من الشباب عربي برضو también que está preparado para jugar. وكان جاهز للعب النهارده برضو. وانا سعيد بالفريق اللي معانا والمجموعه اللي معانا كلهم ان شاء الله. ده gracias y te felicito por la victoria. كل الشكر والتقدير طبعا لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي. اداء كان رائع ومميز يا كابتن اسلام زي ما اكدنا وقلنا، الراجل اشتغل بشكل كبير. التدريبات بنشوف شغل كبير جدا بيبذل، اهدار الفرص ده امر اكيد فنيا محتاج علاج، لكن فنيا اكيد ان الوصول للمرمى ده في حد ذاته امر مهم جدا، ان انت بتوصل في خطط في تكتيك بيبذل، لكن ان شاء الله ينقصنا التوفيق في كل المباريات القادمه، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي على عاده الهاد وعلى عايز المنوال ان شاء الله خطوه بخطوه زي ما بناكد يا كابتن اسلام يصل تدريجيا لمكانه الطبيعي وهو المركز الاول، وان شاء الله كالعاده يكون درع النادي الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. عوده لك يا كابتن اسلام.